أهلا بكم في نشرة الأحوال الجوية للأول من أغسطس آب عام 2050 من سكاي نيوز عربية، ونبدأها بالعناوين. السعودية، العواصف الرملية مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي. أزمة الجفاف في الإمارات تزداد حدة، والمناطق الساحلية ترزح تحت المياه. درجات الحرارة تتخطى 50 مئوية في القاهرة، وانتشار واسع للأوبئة. أعصار بحر العرب يضرب سلطنة عمان واليمن. يبدو أن ما يحصل اليوم لأحوال الطقس قد خرج عن نطاق المعادلات المألوفة، فبالرغم من كل التحذيرات التي أطلقت على مدى أعوام، لم تسلم الدول العربية من آثار التغير المناخي. فكان تأثير ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في طبقات الغلاف الجوي وما نتج عنه من احتباس حراري كارثيا على كافة الأصعدة، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الكتل الجليدية في القطب الشمالي، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات واختفاء العديد من المدن الساحلية، ناهيك عن الكوارث الصحية والاقتصادية الناجمة عن موجات الجفاف. وهذه جولة على آخر المستجدات في البلدان العربية. تحول نهار العاصمة السعودية الرياض إلى ليل دامس إثر تعرضها لعاصفة رملية هي الأقوى والأطول في تاريخها، ودامت قرابة أسبوعين في ظل ارتفاع شديد على درجات الحرارة، حيث لامست 60 درجة مئوية في جنوب شرق البلاد. انخفاض معدل الأمطار في دولة الإمارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسي يشكل ضغطاً على الموارد المائية فيها، وبعد شح المياه الجوفية وعدم كفاية الموارد المائية الناتجة عن تحلية مياه البحر لسد الحاجات المتزايدة للتبريد وتوليد الطاقة الكهربائية. كما يواصل منسوب مياه البحر ارتفاعه على السواحل الإماراتية بسبب ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، مما يشكل مصدر قلق كبير للسكان وللدولة، خاصة وأن البنية التحتية ليست معدة لاستيعاب كميات المياه الهائلة التي غطت مساحات كبيرة من السواحل المطلة على الخليج العربي. وبسبب ارتفاع مستوى سطح البحر زحف خط الشاطئ إلى الداخل، حيث أن كل المدن الساحلية في الإمارات غمرتها المياه في ظل ارتفاع شديد على درجات الحرارة. مصر تعيش من جانبها أيضا أجواء استثنائية وقاسية لم تشهدها في تاريخها، إذ تخطت درجات الحرارة حاجز 55 مئوية، مما أدى إلى نشوب أكثر من 40 حريقا في أنحاء البلاد. والأوضاع الإنسانية مزرية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، وقد أعلنت المستشفيات أنها باتت عاجزة عن استقبال المرضى. وعودة إلى سواحل الخليج العربي، حيث ضرب أعصار مدمر سواحل سلطنة عمان وألحق أضرارا جسيمة بمناطق واسعة بما فيها العاصمة مسقط. الرياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، ويعتبر هذا الأعصار من أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ 60 عاما. وقد تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للأعصار بفيضانات غير مسبوقة عملت على إغراق مجمعات تجارية وسكنية بالكامل، إضافة إلى تدمير البنى التحتية ووقوع ضحايا. اجتاحت العاصمة الأردنية عمان عاصفة رملية غير مسبوقة رافقها ارتفاع في درجات الحرارة إلى أرقام قياسية بلغت 52 درجة مئوية في بعض المناطق. وقال مصدر في مطار الملك علياء الدولي في عمان إن حركة الملاحة الجوية توقفت بشكل كامل، حيث ألغيت كل الرحلات حتى إشعار آخر، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر حتى يوم الخميس المقبل. وهذه العاصفة قد بدأت بعد ساعات الظهيرة واجتاحت عمان من الجنوب باتجاه الشمال. كلما تأخر البشر عن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، كلما أصبحنا أقرب إلى تحول هذه الأخبار الافتراضية إلى حقيقة مرة ليس بالإمكان تداركها. التقرير التالي يشرح لنا ما تقوم به دولة الإمارات اليوم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
لا يخفى على أحد ضرورة مواجهة التحدي الذي يشكله التغير المناخي. بعض الدول تأخذ هذا التحدي على محمل الجد، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بدأت بتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات، وعلى رأسها إنشاء مؤسسة مصدر، مبادرة استراتيجية متكاملة تعتبر أول مشروع عالمي يتم فيه اختبار أحدث التقنيات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة. ومن هنا جاء أيضاً قرار إنشاء محطة توليد للكهرباء تعمل بالطاقة النووية، مشروع من المتوقع أن يلبي 25% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية خلال العقدين القادمين. تسعى الإمارات كذلك إلى تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها عبر تخفيض الاستهلاك الإجمالي. وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال سن قوانين خاصة بالمباني الجديدة، والهدف تحسين استخدام الطاقة بنسبة 35% بحلول عام 2030. كما تعمل الإمارات على الترويج لسياسة ترشيد استخدام المياه من خلال إعادة تدوير وتنقية المياه العادمة لاستخدامها في الري. وهناك أيضاً العديد من المشاريع والمبادرات الأخرى التي لعبت دوراً بارزاً في فوز دولة الإمارات بشرف استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في أبوظبي. ولا ننسى أخيراً موقف الأمم المتحدة إزاء الدور الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات في مجال خلق بيئة نظيفة، ولا أدل على ذلك من موقف أمينها العام بان كي مون الذي منح الإمارات لقب البطل العالمي فيما وصفها بمعركة التغير المناخي. As you've just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable climate neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.